عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Our lecture today, prenatal diagnosis. شنو يعني prenatal diagnosis؟ هو identification of the disease prior to birth. زين كل patient نحتاج لها لا special patient اللي عندهم family history مثلا genetic disease اكو فد families اللي هم عندهم hereditary disease past obstetrical history such as RH alimmunization serum screening trisomy 21 اللي هو داون سيندروم or احنا عندنا فد abnormality بالالتراساوند at 20 weeks. What is the screening test? شنو معنى screening test؟ التست اللي هو identify a disease or a risk. طبعا هذا شنو provide individual risk assessment. Advantage راح يقلل لنا ال procedures اللي done for the diagnosis. And بالنهاية راح يقلل لنا complication. Disadvantage it is not diagnostic. ممكن اكو miss target. ممكن اكو في disease ويعني lost. What is the diagnostic test? اللي test that definitely identify a disease. طبعا هذا very important. ليش الادفانتج definitive answer diagnosis لل congenital anomaly والrisk هسه راح نشوفها associated with interference. ال prenatal diagnostic test عندنا either invasive or non-invasive. The main non-invasive اللي هو الالتراساوند وهو موجود وتشيب يعني ما بي any interference وهذا شنو احنا نشوف بالالتراساوند اللي هي structural abnormalities مثلا neural tube defect انكيفالي spina bifida renal disease lung abnormality هذه ممكن نيجي للماترنال بلود either screening for viral وهي طبعا هم مو كل patient اللي عندهم history of exposure to the virus or هي هايدروبس عندنا فنتركولوميجالي يعني هايدروكيفالي نحتاج هسه شنو ابديتد نحصل الفري فيتال دي ان اي كان بي اكستراكتد فروم ذا ماتيرنال بلود تو ديتيرماين بلود جروب هذول من هم اللي عندهم احنا فور اسسمنت اوف الو اميونايزيشن اللي هم ار اتش نيجاتيف وحده وبعد تو ديتيرماين ذا سكس اوف ذا فيتاس ان ذا اكس لينك ديز اوردرز عندنا سبيشال ديز اوردرز هسه بعدهم updated much interest is being focused on developing prenatal diagnostic test for aneuploid by which احنا extraction للفيتال RNA from the maternal blood. نيجي للنون-invasive test اللي هي قلنا ultrasound طبعا ultrasound هو diagnosis for مثل ما حكينا اللي structural abnormalities وحتى هسه اكو فد سبيشال حتى عندهم الالتراساوند سب سبيشاليتي بالكارديات مالفورميشنز للفيتس. احنا السكريننج تول ان اول ترايمستر يعني كل ترايمستر ممكن احنا نشوف congenital anomaly even simple لكن ايش عندنا؟ at 10 to 14 weeks اذا هسه بنحكي على داون سيندروم عندنا thick knuckle translucency هذه بالنيورال تيوب ديفكت. at 18 to 20 weeks 75% of fetal abnormalities can be diagnosed. فلذلك احنا مرات اذا عندنا congenital anomaly بالفيرست ترايمستر هذا نوت بروف يعني مو الدايجنوستس الاخير ننتظر للسكند ترايمستر بال 20 ويكس ما عدا اذا عندنا ريسك للداون سيندروم مثلا بيشنت قبل عندها داون سيندروم هنا الميجرمنت فروم 10 تو 14 ويكس نقيس النكل ترانسلوسنسي اللي يصير لها ثيكننج بالداون سيندروم هشوفوا كليفت كليب اند بليت بس طبعا اكو 3 دايمنشن 4 دايمنشن تنطي بيكتشر حلوه هذه صورة الهيدروكيفالي فنتركولوميجالي مالتي سيستيك ديسبلاستيك كيدني نيجي للماترنال بلود تيست ماترنال سيرم الفا فيتو بروتين هو هذا اصلا هو فيتال زين بروديوس فروم ذا فيتوس وبعدين راح يدخل الماترنال سيركيليشن فروم ذا يوك ساك ان ذا فيرست ترايمستر فروم ذا ليفر ان ذا سكند اند ثيرد ترايمستر طبعا هو نورمالي انكريز فروم 12 تو 32 ويكس لكنه احنا وين راح نشوفه abnormally rise in the neural tube defect بينما هو low 60% in the Down syndrome. بعد
احنا هنا raised level in the neural tube defect قلنا screening neural tube defect R15 اللي احنا نسويه 15 to 20 weeks اذا positive شنو نحتاج بعد detail ultrasonography قلنا 4 dimension 3 dimension بعد اكو another cases راح يعني elevated level of serum alpha fetal protein هي multiple pregnancy IUD teratoma congenital nephrosis anterior abdominal wall defect human chorionic gonadotrophin اللي هو HCG تروح على HCG هو شنو diagnosis for pregnancy لكنه high level وين نشوفه either هو HCG or beta HCG elevated level in the molar pregnancy اللي واحدة فورمول وبعد multiple pregnancy طبعا هسه نيجي للإنفيزيف الإنفيزيف measurement تحتاجنا قبلها counseling يعني نفهم المريضة شنو راح تسوي أول مرة شوفوا إذا البيشنت ريفيوز للترمينيشن هو عندنا فاميليز يجونا طبعا هي ما موجود صحنا بالناصرية ما موجود وحتى يعني بغداد ممكن بأربيل ويدزونهم الريزلت أكو مثلا مريضة الألمانية احنا لازم نفهمها نقولها انتو صح تكون فاميلي هيستوري لكنه انت تردين تسوين ترمينيشن يعني هذا اذا طلع مثلا مريضه اللي هم ثلاسيميا يعني هذا اذا ثلاسيميا تسوين ترمينيشن اكو فاميلي لا يقول دكتوره احنا شلون نسوي ترمينيشن اصلا احنا ليجال يعني من ناحيه الحلال والحرام والشيء او هم سايكولوجيكال ما يسوون ترمينيشن يعني اذا البيشنت ما مقرر على ترمينيشن بعد ليش هو يتعرض للريسك اوف ذس انفيزيف procedures هاي واحدة بعد الريسك اللي هما راح نحكيها كل تيست وإلى سايد افكت وشنو عندنا من procedures available شنو ممكن اللي يفيده الانفيزيف تيست نبدي بالامنيوسنتيسيس طبعا هو امنيوسنتيسيس هذا دايجنوستيك لكنه احنا بالبولي هيدرامينيا اذا ما اخذيها عندنا امنيوسنتيسيس اللي هي يعني فور تريتمنت نقلل من الامنيوتيك فلويد ان ذا كيس اوف بولي هيدرامينيا مو كلها اللي هو سيمتوماتيك ابدومينال ديستنشن بيشنت تحس ديسنيا اهم هذا يعني تريتمنت هسه نيجي هو شنو اسبريشن اوف 15 تو 20 مول اوف ذا امنيوتيك فلويد هو شنو يعني شنو موجود بالامنيوتيك فلوز شنو راح نستفاد اول مره استيميشن للبيليروبين الفا فيتو بروتين اسيتال كولين ستريز هذه واحده بعد سيلز يوز فور كاريوتايبنج اللي هو هذا يعني اللي يهمنا اللي احنا نريد كونجنتال انومالي الفيتو سيلز هذا كلتشر فور 7 تو 10 دايز احنا هسه النيو تكنيك البي سي ار والفيش ممكن تنطينا ريزلت خلال 48 اورز هنا بالامنيوسنتيسيس اللي بريفير تايم هو 15 تو 16 ويكس اوف بريجننسي البروسيجر طبعا قبلها المفروض شنو الترا ساوند ليش كونفيرم للجستيشنال ايج نشوف الاماونت اوف لايكر اللي هي المفروض من 150 تو 100 مول زين هنا ستيرلايز للابدومين هي البيشنت ان سوباين بوزيشن ممكن شويه قلنا اذا هي تلتنج هذا اذا جستيشنال بالثيرد تريمستر لكن هنا ممكن سباين بوزيشن 22 جيج سباينال نيدل طبعا كله اندر الترا ساوند جايد اباوت 15 تو 20 سي سي امنيوتيك فلويد از وذ درون نسحبها البيشنت اللي هي ار اتش نيجاتيف المفروض ننطيها ان تي دي احنا ننطي يعني انستركشن للبيشنت اسك ريس فور 30 مينتس وهي ريستريكت للموفمنتس فور 48 اورز يعني يومين البيشنت ود اوت هذه هي الصوره للامنيوسنتيسيس شوفوا اندر الترا ساوند جايد راح يدخل هنا النيدل اسبريت 15 تو 20 سي سي الليميتيشنز منهم اللي هم ديفيكولت اول مره اذا انتيريرلي لوكيتد بلاسنتا مالتيبل بريجننسي ماتيرنال اوبيزيتي اللي يصير ابدومينال وول فيري ثيك اوليجو هيدرامينياس اللي ما عندنا فد جود amount of amniotic fluid or risk. A risk of pregnancy loss, يعني abortion, miscarriage, اللي هو 1%. Rupture of membrane, بعد دخلنا على الممبرين. Bleeding, infection, foreign body, ممكن patient preterm labor and IUD, leaking of amniotic fluid, وده صار ليك ممكن يصير infection, and increased risk of RDS in the newborn, يعني بمشاكل. لكن حل هوايه بالنسبه اللي عندهم فاميلي هيستوري مرات هو صح ما يسوون ترمينيشن لكن هم سايكولوجيكلي يتحضرون انه هذا الفيتس هو ابنورمال كوريونيك فيلا سامبلينج هذا الانذر بروسيجر هنا شنو كولكشن اوف فراجمنتس منين من البلاسنتال تيشو
اللي هي كوريونيك فيلاي. مين هي؟ السيتوتروفوبلاست. ليش؟ لانه هذه رابيدلي ديفايدنج سيلز. تدرون قلنا البلاسنتا عندنا سانسيشوتروفوبلاست وسيتوتروفوبلاست. السيتوتروفوبلاست هي اللي رابيدلي ديفايدنج، واصلا هي اللي تنطينا سانسيشوتروفوبلاست. فهذه راح شنو ويذدرون اور اسبريتد وكلتشر، والريزلت قلنا باي اللي هو بي سي ار والفيش ممكن within 24 to 48 hours. كورونيك فيلاي هي the base source of DNA. شو وقت نسوي؟ 10 weeks of gestation. الانديكيشن طبعا اللي عندهم شنو قلنا history of chromosomal abnormalities وبعد DNA analysis for sickle cell disease thalassemia. هذول اكثرهم نحتاجهم بالهيموليتيك disease, chromosomal abnormalities, and inborn error of metabolism. قبلها المفروض احنا شنو ultrasound. ليش؟ to confirm انه هو هذا الفيتاس viable or not. شنو الفائدة؟ احنا نعرض البيشنت لهذه الريسك والبروسيجر وهي اصلا missed. يعني fetal heart negative. بعد singleton or multiple pregnancy هذا very difficult بالنسبة للcoronary villus sampling. Confirm للgestational age وبعد to localize the placenta. ليش؟ لأنه إحنا هسه راح نشوفوها عندنا trans abdominal وعندنا trans cervical. هذه تعتمد على اليمن على the position of the placenta. هو الabdominal دائما هو اللي يعني أسهل. اللي trans cervical هم سهل لكن trans abdominal هو أسهل دائما بالprocedures. Trans abdominal approach preferred under مثل ما قلنا under ultrasound with patient supine position sterilized. هسه نجي اذا trans cervical هذه اذا كان شنو posterior located a placenta اللي lithotomy position sterilized للarea بعدين انا aspiration catheter and biopsy forceps. هسه اراويكم اياها بالصوره. تدخل هذه through the cervix وunder ultrasound guide للplacental tissue وهنا aspiration من the cells of coronic villi لكنه شنو عندنا risk of rupture membrane. الريسك دخلنا بعد على الplacenta ممكن يصير شنو pregnancy loss 2% هواية ترى 2% من عندهم. زين بعد احنا طبعا قبل 10 weeks ممكن associated بعد with another يعني abnormalities اللي هي limb deformity, micrognathia, microglossia يعني شنو small يعني tongue effect هذا ممكن during the procedure. مرات بالcoronic villus sampling شنو نحصل على placenta نسميه mosaicism يعني line من cells normal وline abnormal. هذا نحتاج another procedure اللي هو شنو الأمنيوسينتيسيس. هاي شوفوا هذا هو الترانس سيرفايكل through the cervix. هذه هنا الكاثيتر وياها الفورسبس وهنا وصلنا إلى البلاسنتا. هذا هو الترانس ابدومينال انتيرير لوكيتد بلاسنتا. هسه شنو الادفانتج للكورونيك فيلا سامبلينج اوفر امنيوسينتيسيس؟ اولا الكورونيك فيلا سامبلينج بعدنا بالفيرست تريمستر بالايرلي ستيج. هذا اذا البيشنت يعني قرروا الكبل على تيرمينيشن هذا راح يكون ايزير. وبعد بالايرلي بريجنسي حتى سايكولوجيكال بعد هالبيشنت ما عندها الكونتاكت ومثل من يبدي بالسكند اور ثيرد تريمستر ويصير فيتال موفمنت حتى هذا ايموشنالي يعني ايموشنال ستريس على البيشنت اذا يقررون تيرمينيشن. لكنه الديس ادفانتج للكوريونيك فيلا سامبلينج كومبيرد والامينيوسينتيسيس انه شنو البريجنسي لوس الريسك اوف البريجنسي لوس هو هاير بالكوريونيك فيلا سامبلينج. بس نيجي للفيتال بلس سامبلينج هذا وين يعني بعد اكثر جستيشنال ايج. شو نحتاج؟ الفيتال بلد واللمفوسايت شبيهه ارابيدلي كلتشر والريزلت قلنا ممكن بال 48 to 72 hours. وين نحتاج هذا؟ اول مره برينيتال دايجنوسيس DNA available for cytogenic studies. إيش وقت إذا failed عندنا amniocentesis أو إذا حصلنا قلنا قبل شوية mosaicism in the chorion or amniotic fluid. بعد fetal assessment for red cell alloimmunization hydrobus fetals إدها عندنا risk or إحنا نخاف من patient ممكن exposure to viral infection والplatelet study. لكنه شنو هذا higher risk of pregnancy loss, fetal loss.
about 5%. ممكن نستخدمه also for blood transfusion in another embryoscopy and fetoscopy. طبعا هذا very beneficial لأنه direct visualization لكنه شنو limited field of vision كلش يعني قليل الفيلد وبعد provide information only about external fetal structures يعني يعطينا بس structures abnormalities. احنا هسه البيشنت اذا عندها اكتشفنا congenital anomaly من هذا التست اللي سويناه إن 3 options are available. أما هي continue للpregnancy لكن قلنا هي شنو prepared أول مرة deliver tertiary center a good unit بعد عندنا في facilities إذا أكو في serious condition ممكن يحتاج urgent surgery or interference بعد or decision for termination of a pregnancy أو صح هو termination of a pregnancy لكنه راح نحصل على information وstudy لهذا الفيتاس حتى نعرف recurrence risk شقد عندنا وشنو congenital anomaly وشقد recurrence rate عندهم ممكن the same. الcare after any invasive test طبعا اكو details how we connected the patient مثلا احنا اللي يكون outside عندهم في الطرق منو اللي يستلم الريزلت منو راح يقراها شنو instruction هذه التواصل بيناتهم لكنه احنا شنو وصل patient ممكن pain وهذا يحتاج باراسيتور or اذا patient complaining of vaginal bleeding will pain severe pain لا هذا شنو يحتاج انه consultation قلنا بعد إذا هي Rh negative تحتاج البيشنت NTD وديسكشن ويا الفيزيشن اللي هم يقررون هاي اللي 3 options إنه البريجنسي continue or termination. نجي للداون سيندروم طبعا إحنا هواية عندنا ونشوف داون سيندروم هم يصيروا lovely صح الـ IQ اسمه lovely. How we diagnose Down syndrome? طبعا هي several different screening tests مثل ما حكينا either ultrasound هاي شنو طبعا according to which national screening committee انطتنا هذه three options three يعني either ultrasound scanning between 11 and 14 weeks قلنا measurement of knuckle translucency هذا واحدة ألفا فيتو بروتين اللي قلنا له or HCG اللي هو high level ومرات هم يبقى يعني مو كلش diagnosed. شو وقت يزيد risk of Down syndrome? Risk of Down syndrome increase with maternal age more than 35 كل الريسك يزيد لكنه أكثر 5-fold after 40 years يعني من تعبر الفيميل 40 years هي susceptible هواي يجونا for consultation للبريجنسي after 40 يعني عمرهم 40 اكثر من 40 دكتورة احبل او لا احنا نحط البال نقلها عندش risk factor هواية ممكن DM ممكن hypertension وممكن شنو congenital anomaly هذه حكينا لكم اياها من بداية المحاضرات من انطيناكم اياها قلنا لان هاي نفسها هي الأوسايت اللي هي intrauterine موجودة اللي هي primary أوسايت اللي موجودة بالبريمورديال فوليكل هي نفسها اللي راح يصير لها ovulation after 40 وصح الله سبحانه وتعالى قدرته إنه موجودة بهالي ستيج اللي هو بروفيس ومحافظين على DNA لكنه لا أكو أوكسيداتيف ستريس هواي ممكن DNA will be affected ويطلع إنه congenital anomaly. Thank you. يلا مع السلامة.